تمست ما سلام ويسن مرين نغفهم ما درحب غسجهم مغلت نوبة مرحبا إلا أنت ساومت تلفزيون نتزاير فهد أوكز إن شاء الله هنمل أتبهم سيستات فين كن خفيف غفهم ديون نوبة إلا ديما انتهتا سينجيون دالمواضع إلا انتويت السيفون أو البلاتو يبهان تبهم سيستات في أنزوات غالموضوع إلا انتدت نشمر تديقن الهم ديك تمثلتنا الأمة تدين الموضوع عن غزة أن نبدأ السيس تنوبن نغطان بارشت إلا إن شاء الله أن هاتا سنهاتا إن شاء الله نهناد لمن غلدسات أدرحم أيو لوي محراسي لن توفن ديني أي تميس ما أنزوات غل عناوين تنوبة مرحبا. نوبة مرحبا. غزة الصمود ستمشو من محتلة صهيوني لنودي جيز على كذب الظنن مدن غزة وشين أزمول نعفرد الجهاد دهاتي دودم نوبدي تسات الظلم دل فرصة نوزان لما سأيلو البشائر النصر إلا نقرب إن شاء الله. إينارن أول في القانون مخدرات المؤثرات العقلية أو سندبتة الإجراءات تنتسجد دولت يوبدي تسات أو نتلوف تشتمت اللي ديكتي العوايدي بهانت اتشنا ازوران تغرمات الحضارت تلات سداري تمجراوت الابتسامات البراءة دي تغردايت سوسولغ ابزانن العوايد تقاليد النغ تزدايت دي مارنون كادنتيني دو فرازس دور قدس او سند البتاد الواقع تزدايت منشان تهلاغ في سجار. نرحب تستوت النغي عزيزنا إلا نتابعنا ونتنوبة طنبارش لخصوص منو إلا غزر مزاب من غد دهر التداني إن غزغر نتزاير أيولو لنطون ديق الأصداب هان إن شاء الله هنمل أن كون ماشي قرن في حسن الظن توت النغي عزيزنا أنزوات الموضوع أمزور نسيول في غزة تسميه سون تيتشلت غزة الصمود غزة العزة نسيول وجار في الواقع أنت نيتمت النغ إلا نتدرني قنوسان ماشي قرن أعرن أمج لخصوص الظروف إلا نتران الاحتلال نمشوم الصهيوني وجار التفاصيل إلا معك يوك إلا معايا يوك محمد بن وراد رحب خصتش شتيد ونجوش تمديش تنبرشت تمديش تنبرشت هو الياسلم نيوش تنبرش قاع وسيلة يدنغدي تقيمت مرحبا وسو تنمر تمقرانتي وسيدي ما لا يتبع الفقرات البرامج نتنوبة نمرحبا ماشي تنيد ديما ولا وننغ لانكز ملا نجرح نفنني ندرا تمرت فلسطين تنبرش دي غزة العزة الصمود إن شاء الله عز غزة تشرة تبد إن شاء الله تدول سيف منشي التوغ سير جزنس خاطر واسي ليزوا ان شاء الله ليزوا شهيد ليزوا دم حروس وجار 10000 وجار 10000 شهيد يعني اسان غزاوين دفرني ورنيضان للقصف التعديد الوحشي ضد الظلم الكيان الصهيوني امشوم دربرابه الصهيوني لا يرني تم جزت وشتمين القصف سجنا البحر ديال التمرت مصحنين ان شاء الله تمرت صديق لي مارو المقاومه لا تبد باش الا تجي التوغل البري باش الا ان شاء الله شنن المقاومه الفلسطينيه اللي ثلاث درجات كنت بدكن باش الا غتحافظ في تمرت نسن الدرن لعزه يا غزه تمرت فلسطين تنبرش ممكن باش نسوا الموضوع وجاري الا كان غسنو شي كنت تمقران تنشاش الا كان رحب الدكتور عبد الرحمن خطاري دوسين تزداويت نتغرديت رئيس تخصص علم نفس عمل وتنظيم دي تزداويت نتغرديت دي جامعه نتغرديت دكتور عبد الرحمن سلم نجد نبرش تنمرت عفوا ان شاء الله دكتور شكرا على الدعوه وعلى هذه الاستضافه يعطيك الصحه ربي يحفظك دكتور يعطيك الصحه ماشي لا جزائريين كاع نتابع نيلان يضرا
تمر تنغزات فر يورنيضان وجان يورنيضان القصف التعدي من شين 10300 محراس يعني انكاد نوامان انكاد تريسيتي لي زوبيتو تيدار نصفر وجان 18 سبيطارات خارج الخدمه يعني كل وضع مزري جدا ليش لا سوا لا مال لا صهد لا الوقود الا نزور انت الاقتصاد يزور سبيطارات يزور دير نصفر يعني غزه يعني منا والخبراء المحللين قارنوا داين صهيل نتكلم نتد أسجني بادة جماعية مقبرة جماعية دكتور يعني سيت ما بتد القراءتك في الوضع إلا أن أنت ديك التوعري ديك التواغيت إلا أن ذرة تمرت من فلسطين ديت من غزة. شكرا بارك الله فيك فون سؤاله. أول شيء أن نترحم في الشهداء إلا أن توفن يتمنى في أراضي غزة و ومام تغنصين طلب ربي إن شاء الله تلويتي وسي مجراح دي وسيلة الدرت أنا طلب ربي يدخلت أديش مرغف سن يكفى غفنا إن شاء الله قاع. الحقيقة مشي كانت عشادة الجزائر في أرض الجزائر أرض الأحرار ومام تون أولو النغي إلا غزة خاطر كنشني ديما كجزائريين نخزر باللي نشني دي قل جزء النسن نتنين دي قل جزء النغ ديما يسمى شعار النغ مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لان دي يتمنى دي يتمنى دي مسلمن دي يتمنى ندمن الترق بضمون يعني في الحقيقة يعني العين تدمع والقلب يعني اللي يعني يضر وتغلب متخزر دي قل مناظر انه ناي قل عدوان امون يدزعلوك في الابرياء في مدني لان يعني تعاشن العافية تعاشن لهنا تكلبنا تعاشن لهنا مسح حد وددني لو نجي بالمقابل اسوس من حد وددان انه يعني اسم غض الطرف عن اللي تصارموني دي قنشراي لان يعني ينقوا اللي غلوبت ترقب دبور خصم مني العائلة تمني طهر جارنت هي عبارة عن حملة جماعية اسم الإبادة الجماعية خصنا نتصل نقاس الخارطة المصح يعني ديما القوة رب العالمين سجنا دعوة نمس المن دو ظهيرن ديما تلم عسن يعني قاعنا غد الجن ربي ديما إلا سجنا ربي انت يدي سيدا يعني ويمكرون او يمكر الله والله خير الماكرين يعني ترق بداون انقضيته يعني في الحقيقه يسمى ديك النوع من اباده اجي غزه وانما اباده حتى الهويه الاسلاميه الهويه نغنشني يعني ك يعني كمجتمع كافراد يعني ديك النوع من حرب نفسيه مع حرب عسكريه مع بعض يسمى كيفاش ترق بدا المناظر القصفه مني الابريات بورخص ديال مزان تمتات نص طريقتني يعني ترحل لافامي كامله عائلات كامله ترحل انت من طريقه بشعه يود يعني قن شراي لجين تولي صار الحرب العالميه الثانيه دان دي سما اللي قن شرا قرنات ما يسمى ب يعني قن شغول الا ولي ممكن حدتني تعدى حتى في الحروب دان قصف المستشفيات الملاجئ يعني ما ولا المستشفى التي كان حد لي تعانى تلقيس الذي سي طبيبا الذي سي مدن دي بزانا الذي سي مدن تيزنا الذي يعني يعني داني اسرائيل تبين الوجه الحقيقي يعني الشرس تبين الوجه الحقيقي اللي يعني اللي تس الحقد في مسلمان في توات يعني اني مسلمان كاع من شلان وبالتالي سما يظن يعني واستعرف حتى بالاخلاق يعني مش قارن ولا في الحرب هناك اخلاق يعني الذي سجلنا نورا على الحرب الذي الجبهات مصح الجانب المدني لاش غش الحق تصديت دونك سما اسيوس بينا نغد الحقيقه تنسن ولو انه تلا ظاهره يعني العين وانما انت هي عباره عن رساله ان هي عباره عن حرب نفسيه باش كل عالم داير قبا مني اد يعني اد يعني هذا ضعف نفسي غادي نهزم نفسيا قال خلاص يعني شغل ديك القوه لاش غتسبدن دونك ديما نتنا اسرائيل يعني وداين ديما غرس يسمى ماشي قارن نتنين في الحقيقه قوى في الحرب الاعلاميه اكثر من الحرب النفسيه يغلوبات دونك شيني سيدو سيني مارو يتمنى يمسلمن الا حاول يعني ادبدن دير جازن ادبدن ماشي قارن يعني الكتاف نسن صحن يعني سواطن رزين ما قلت الا بازا نغفس نغل ما قلت الا نشر انت كاع العالم الجيش الذي لا يقهر دونك يسمى اوتوماتيكمون فوالا الاقنعه وضن تيمارو تبين الحقيقه باللي
يعني غير دي قنواضو إلا ديني غير دي قنو كرامني كتحرب إعلامية نفسية هذي عاد ميدي مشغلو من تني إما رخصنا الدراني قلنا الوجه إني يعني الجيش الذي لا يقهر من خلال يعني القصف العشوائي القصف المستشفيات وبالتالي يسمى داني يعني بالعكس يعني تبتن الضعف نصن وجار نديمة يعني قل حد إلا أنا وليت نجم يعني أدرس كاع القواعد الحربية وليت نجم هذي واجه يعني إرجازنا ماشي قرن تامرتنا من الحرب هذي زوال لحد إلا يضعف باش تدمر وميم طويما رانشني يسمى كشعب يعني ك يعني كدي قلمي دا نسمى نتعاشى تامرت وتخزر دا مني يعني أشط في قلنا فقدان أمل أشط في هزيمة نفسية قال سما خلاص يعني قاعد يطول العدوان قاعد يطول الجرائم منه ولاد الجانب الإعلامي غرز الدور كل يوم ترقب بالآلاف تمتاتن أنا تيني دي خلاص يا تفشل ديال شي بتغجلش غريب بتغجل في حين إلا غرنا يغلب بتغنج سما تجاه يعني أو نرد العدوان شكرا يوك محمد بونرام زعم ممكن الروبورتاج اللي نسجل نخت ما تقرير اللي نسجل نخت يوتنا أحمد عبد العزيز واني لان تخصى التطورات تمثلت فلسطين تطمرت غزة دواني لان يعني فغدة جديد دي تمثلت أنرقب ونتقرير دي يوتنا أحمد عبد العزيز قول سنيدران أشاس دي غزة دونغا الترزين الشرعية دعسي إلى يقار به تدول دي المقاومة فلسطين أسنسا أكتوبر به نفهم إلى العدوان من سيقاري جواب سونو سيستن 20 غالن لان قربن أدفغن إما ننسن سسبت إلا نقارن باللي ألوفين إما ننسن على ضوضن الونغان إما ننسن إمزجورني عسكريين دلمان الصهيون لان تلسن صوضان الكيان سيولو من إلا يسترس أدري مدام قران دل علاقة تزعلاكي وبنا نكت الإمبراطورية الصهيون لان تبنى ست تكنولوجيا تيم قرانين دل موساد لان يبش وجار يوقون مدن سيولو تيمورا ندو النيتي وعمر دي فلسطين سودري من وخدام دو عمر بهاد خدمة سيس المستوطنين اكت الدولة نختامور التكبورت My dear colleagues, members of the European Parliament, leaders of the Western countries, members of the human rights organizations, what is happening in last days in Palestine is a huge tragedy in which civilians from both sides are the main victims, in which a forgotten conflict is becoming again a war fought in the open field. In these hours, we are facing the concrete risk of a dangerous escalation of the conflict. On one side, Israel announced a violent, devastating retaliation on the Gaza Strip. On the other side, the entire Arab and Muslim world is seething. Nosotros estamos aquí manifestándonos con la cara descubierta. Nosotros estamos con nuestros hermanos de Gaza, con nuestros hermanos de Palestina y con todos los hermanos de los pueblos ocupados. سان أكتوبر يوضع سلكيان إلى أن يفو إما نس أيول التولة الصهيون بها أدية تفدي كتل هستيريا دتبدوا نسياسة يوض الأكلاي نوفغل النووي في غزة أسو إلى دول جوعر أزاقا يسعمر مدن ديون تما ميمي أما غر أيول المستوطنات لفرانة مدن إلا أن القبيل يودوا الغرس إيمن غاندي قديما دي سا أكتوبر إلى يقارب للإحتلال أضي الطفي ماري وبراس الأحوال دسا تفشلس دي منه وتقاد سيسن تما أن الأسرى دوفشلس أقضى في المقاومة From the river to the sea, Palestine will be free. And die 75 jaar lange onderdrukking van de Palestijnen, die moet stoppen. وني قاعد يقنو هزيف الاحتلال زدي غلا وليود بالصح وزدي قيم غير ديس من الكيان يمس وني الاحتلال من لا وليو في مانس باش أدير في مانس أما غير لا يتجك تمجد تشتي من الخصوص يعني أيلو تيموران دوني تجين تشوالات مختظاهرات لقلت نعجب وني لا يضر غزان يصدامن دقوسن أيوة محمد بونورا
ربي شحف دي ولي اسلم مرتي وطن احمد عبد العزيز اللي انت دتي بينا نغض السر المقاومه انه اودين منشينا الدكتور نطرو تغن رقبني من سنتين القوه التي تقهر يعني مخابرات الموساد من اكبر المخابرات في العالم مصحي مارو بينا ندبلي انت دت اودان سات المقاومه الفلسطينيه ممكن رغم قله العدد والعده يعني سغد نبي لكان 12 نوفمبر سغنجي المقارنه جار طورت الجزائر الثورة الفلسطينية دوني لنا رقم المقاومين للمجاهدين تمرت فلسطين النفس قريب لنا في نفس المعادلة يعني صح. قوة المستعمر قوة يعني الظلم قوة العتاد مصح توني والجيب اللي تجدي فلسطينيين المقاومين إلا نادي عاد غرسنا ونحرب الشوارع منشينا ممكن لنا تكلبني لجن إمبراطورية صهيونية مصح المخطط الاستيطاني الصهيوني شد يوضع يفشل سواء الحرب سواء طوفان الأقصى إلا يرزو أو المخطط إلا يتغاري التهجير الفلسطينيين دو كمل نحتلي انت مورتن فلسطين مانيت لا بالخصوص تمن غزة إلا نقاعد تقريب دي غزة إلا الاستيطان إلا في شمال في غلاف غزة لنتكلبن هذا تفنس وموني ديما الأودين نتكلبن إلا دوتن في الشمال لنتكلبن إلا تهجرني فلسطينيين غل جنوب مش تكملن سياسة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني مصح المقاومة إن شاء الله غزة أتشر أتبدل مقاومة لندرجة جزيقن بشدرن أو شوالات دول الحرب دكتور عبد الرحمن نعم. الحقيقة بارك الله فيك تشيد قلنا المقارنة بها جار سما كان في شهر نوفمبر جار الثورة التحريرية للمقاومة في فلسطين. في فلسطين مع الأخوان غزة هي في الحقيقة يعني القوة المقاومة سر النجاح المقاومة هي المقاومة العقدية يعني يعني الانطلاق عقدي بنادم سبحان الله من لا يومين سيقن سيكتل فكرة يعني يدفع الشرفس وبالتالي سما يدفع النفس والنفس من أجل ذلك ماشي جن جدنا ربطنا رحم في ثورة الجزائر يعني بطولات يعني كبيرة جدا وبالتالي بنادم من لغرس قوة عقيدة وقوة إيمان يتغلب على السلاح ويتغلب على التقنية ويتغلب على التكنولوجيا هك القوة الفكرية والقوة العقدية انتهت كلش دونك شو يمسل من يعني سواء في الثورة الجزائرية أنه في ثورة غزة اللي اسمها أشو تلا هي عبارة عن ثورة عقدية هي عبارة عن ثورة دفاعية يمسل من دي ما تدفع في منسن عمري ما يوقع يقل عدوان يمسل من يقل هجوم في يمسل من أشو يسمى أقل قليل لأن يعني كلبنا الدرن الحق نسن الشرعي يعني مع تخاذل العالم مع يعني أكل عالمي بتكون ترنسن مصح السلو من باللي الله رب العالمين سجلنا ربي نتتن ننصر وبالتالي هو قوة المؤمن هو قوة العقيدة مشينا في يعني الأطر في سما في الفتوحات الإسلامية الناس نقلني الناس يعني نحن قوم يعني نتوق للشهادة والموت يعني حبكم للحياة سما يعني شو من ملا العقيدة إنسان عنده عقيدة وبالتالي هذا الإنسان هذا والتتري قنشرة شملك عن خزر إمار وقاع اسم الحرب الإعلامية نسيولوفس الجيش الذي لا يقهر العتادس المخابرات الموساد الإسرائيلي يضعف أمام أما شي قال لني قلن جيش ضاب الزانو بركة يعني حماس ضاب الزانو بركة ليجوك المقاومة لا يرى عبثني قلن الروح بدا زعلوك سبت تامونيس قوة العقيدة تلاغرسن وقوة الإيمان يتمنى كل فلسطيني يعني أسو في الديار الفلسطينية وكل جدي سجن حد من يعني من أما سنت الدارت لازجيسي قن حد شهيد وبالتالي كل قن يتوق إلى شهادة يتمنى ده من نادي زوار يعني وهو شهيد وهو يقدم يعني نفسه فداء لهذا الوطن سواء من يعني القوة العقدية هي التي تقهر كل شيء اثنين أني لقد نسو يعني الصهاينة بنو صهيون أو الجيش الإسرائيلي أني لقد سيس هو أنه يعني الإيمان بالذات الإيمان بالهوية الإيمان بالشخصية يعني الإسلامية الإيمان بالعقيدة سواء من اسم الشجنس رئيس جوديت أن يعني أن العقيدة نمس المدني الدليل على ذلك إنه يعني جاء الجيش اللي قريمانس الجيش الذي لا يقهر الموساد الأسلحة المتطورة أضيع يعني أدي قصف المستشفى يقصف مدنيين يقصف مدنيين تيز عليك أما شي كان رقب تصور يقصف يعني بورخص دي بزن العائلات يعني المدنيين يعني دليل على ضعفه تتم زورت فيتسن انتحر حربين يعني اكزاكتومون يعني الشغل يبين الحقيقة يبين الحقيقة وني من هذا الجانب الجانب الثاني هو أخوف وما يخاف يعني تصريح لجنرال الأمريكي سيول وسانوي الناس يعني الإسرائيل يعني لا تحارب بشر وإنما تحارب أشباح
يعني تلمو القوة الإيمان إلا غرسن والصمود نسن إلا يحير مدن السوء السوء يعني نخزر وسانو مظاهرات يعني كبيرة جدا شوارع بالآلاف بالمئات فغن في بريطانيا في أمريكا في يعني اسكتلندا في 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 مختلف دول العالم في إسبانيا دونك يعني بدتني جو جيت نسمع الحس الإنساني هاك ولادي كان حد بغض النظر عن الهوية الدينية واللي قبل أو المنكر اللي يتصارع يعني وبالتالي يغلب التصريحات دون دميد اسمع أحيانا يعني من خزاري قنشرة يعني سلبي أن نتساءل بلا الوجه الإيجابي نشني كخبراء نفسانيين يبهاد عاد نسمع عاد غرنا يعني نتنمى الروح النفس الروح الأمل وروح يعني البشائر بالنسبة والتفاؤل بالنسبة يمد يعني داني أسو مدنو كل تكلبن هامي مدنو أماني يعني يعني مش قرن ميليشات بزاني نوركا يعني رعبا تيق الجيش داز علوك والجيش الذي لا يقار إلى آخره بتت السر إذن هناك سر عقدي السر العقدي يسماني بديشو من الدين أسو يغلب مدن دول تكلبن بتر القرآن بتر يقار القرآن سماني القوة يسماني التي تسند القوة هذا هو يعني أصل المسلم وأصل المقاومة سواء من يعني المقاومة تبدأ مش الثورة التحريرية تبدأ بالعقيدة وبالدين أول شيء تبدأ سواء موني تبدأ من محاربة المستعمر ومن محاربة الظلم والعدوان خاك رب العالمين إن على نفسي يعني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا يعني شيء ينشر إلا محرم يسمى عند الله وعند العباد دان الظلم الظلم صح ربش يحفظ دكتور يعطيك الصحة فالوصف الدقيق توصف للحالة الإيمانية والعقادية للمقاومة الفلسطيني اللي يجو الذي قهر أكبر قوة مع الربرابة الصهيوني اللي استخدم كل الأسلحة المحظورة دوليا يعني ممكن الأطنان القنابل إلى توتان أتشس يعني اليوميات والسان ديضان الفلسطينيين دي غزاويين دي القنابل نتعشل معاس انت منشنين نتعشل مع الحروب بالصح منشيت نيد كل جنزوال يرقبي مانس لو شو مانس الأزواج الشهادة النصر أو الشهادة ديتوني لأن تكلم غفص أو أن أو نيتو حتى وسيلة لقاري قرى المقاومين دو مدن دو نفلاي تون دي بالظنن رقبنا والجيش الذي لا يقهر رقبنا والظلم شادي مارو تدولا سند القوة سيزعل كان سيدون شباب دولا سند القوة لن تقاوم أو نيوداين أو نصرين خصنا تنزع كان خاطر بتا يزوا استشهد بتا يشهد إن شاء الله هدلا لن أجي من طوار نغد يولدوا ألف ثائر لتحرير الأقصى والقدس. الدكتور سغانش حالة نفسية إسقاط نفسي مدنت للدكتور في علم النفس سغانش إسقاط نفسي فانطروا فوني بظن إلى أن ترقبن أو المجازر رقبن أو المحارق ممكن اثنين أزوان شهداء يعني حتى الإحصائيات قارن وجار وجدن 10,000 وجار 5,000 دبور سيزوان أو ضحايا من شتند يعني القوة البني صهيون زوال بورسي بظن لازم بلاهم لان تشرن دلدونيت والقدر عني لا قوة عسكرية غد قوم المقاومين لان في الميدان زوان الوسي يضعف كل القنابل في المستشفيات في المساجد ولاد الكنائس قع كل ديسنا والقنابل يعني بتا الدراسة نفسية غد توشد يوم بورسي مظن إلا تشرن في هذه الحروب ما شعد المستقبل سنغلسات ما شادر قبن هذا العدو الغاشم الظالم اللي يتكلب سنبيتا مورتنسن سسلاح القوة استعمال الأسلحة المحظورة دوليا. بارك الله فيك على السؤال. في الحقيقة يسمى من خزر صور النفسية يعني يعني ما يسمى بال يعني النتيجة النفسية إن النتائج النفسية هي نتائج كارثية فعلا يعني دي جنش راي لا ترقب أشلاء بشرية لأطفال رضع إن نساء إن شيوخ كبار دي جنش راي لان يتهز بندم في الحقيقة يعني من سيول في الجانب النفسي كانعكاس الحرب على الجانب النفسي يعني على اي انسان سواء كان راشد داب الزان داز علوك يعني دي سكت نتائج فريمون سلبيه جدا من بعد يتسبب في اضطرابات نفسيه يتسبب في حتى اضطرابات نفسيه جسديه فيما بعد خاطر كي قال له داز علوك مي ان غتوحد ربي يعني الغزاويين دقن دي قلنا الفلسطينيين يعني انجينير دي قلنا مدن يعني سبيسيال مش نقارن غرسني لمسة خاصة الترقي دي مارو المجاهدين اللي تجاهدن بكل بسالة وبكل قوة تغني دي بالظنان حضرني الحروب حضرني التعديات دي يعني سي والف سي دي تشرد دونيت اللي خزرهم المظاهر وجي تجديدين بالنسبة ديس اللي قنشرة إلا يتجه حماية نفسية للإنسان إنه يتجه عامل عكسي يتكمل يتقوى ده قوس الضربات مني
لان الجانب العقدي والجانب الايماني سي والخصيص نطورو خاطر الغزاويين والفلسطينيين الاصل المسلم عاد انضموا انه يعتقد بانه هناك اله انت كل شيء الله رب العالمين انت المنتقم وانت الا دير الامور الى نصابها تتمزرت فيت انه هذا الانسان اللي يتشرت سيمزس يخزرعون في البابا سيموت خالي سيموت عمي سيموت لا فاميس تموت ممكن ماماس ممكن وتماس ممكن يعني لا فاميس وكل تمتجرت طونس انت تشرت هرموني اول شيء اللي تلقى عيد قرنس الاسم الالف يبلي الحس لي تولى في قنصره اللي خزرت او نوالف اللي خزرت ومامتو اللي تكمل تبدي الهويه تشجرت تعززت تعززت تقوى وجرد وجاري سما انها كما تقول الحكمه يعني الضربه يعني او المطرقه تكسر تكسر الزجاج لكن تقوي الحديد يعني إمارو هي نفس الضربة لكن علما هذه الضربة على حسب المعدن السونيو دونك أو نينو لا تتشر نضاموني لا خزر نضاموني لن يزدادون أكثر تشبتا بالأرض وأكثر تشبتا بالهوية الإسلامية والهوية الوطنية نسم شو من تتشر يعني كل جنسيس اللي يتزعلك يتزعلك على أساس انه اللي يتمنى هذا عاد شهيد يعني صح. الامنيه العظمى غرس لكل انسان يتمنى الدشر هذه زعلك هذه دول شهيد يعني ماشي قرن يسقي ارضه بدمه سواء من الترقيد يعني مالغري اسم المؤثرات الموجوده ان الامور اللي قد تؤثر في عالم اخر يعني حد وضد سلبيين لكن قد تكون ايجابيه بالنسبه له يعني تزيده قوه على قوه ويزيد اكثر تشبتا بالارض يعني كن حد يعني نخزر بورقسي بزن مثلا مي تخسيد سيدي قنجره ماني غادي يشحن غفصه تكر رجال دي وجال يعني اثنين لا تتجنموني تكمل يعني تجنسنا باش اذكرها لنا باش نغنى باش نستضعفهم اثنين تكمل داكم اللي قلت القوه تخلفتكم اللي قلت البسلت دليل على ذلك السوء ترقبد القوه المقاومين يعني بكل يعني الكوراج ني القوه ني العقيدني كيفاش يصمد امام جيش يعني وجد قنشره اللي يزهل يتشر السيسي يتزعلك السيسي الصدود نتا من العقيد الهويه الوطن السمزيه تتشر السيسي سواء من البيئه يعني ماشي قارن الانسان وبني بيئته اي انسان يتشر ديك البيئه يتربى على حسب البيئه المفاهيم اللي تبيت انسان بيئتني دونك يسمى كل ما يعني فعلوا الا اللي تتجد العكس تماما بالنسبه لي رباش يعني حضر دكتور ما تشيتني يعطيك الصحة يعني يعني اللي تسو الغسن تظن أو العقيدتو القتال دوب ديت ساتو ومشو من الصحيان خطر اليوميات الفلسطين لنتعشى الحصار لنتعشى الجرائم إن شاء الله ربي أسنتيشتو تمجاروت إن شاء الله هذا رقبني قن إمار دم للغدسات حرر غزة تحرر ما تشيت لا فلسطين تحرر أدي دول الأقصى لفسن نمسلمن أو القوة إن شاء الله لا توقع يعني نعود غلوش مرنا وتقيمي التنبارش دكتور عبد الرحمن من وفونرني منه وثقات لغير نغداني ممكن باختصار مدلا نسول في العامل النفسي يعني طروان غير لنداني تامورت نتزاير نغتي مورا ندونيت يعني ماشي إلا نرقبني يوميات الحرب يعني بلتغط نصح الوالدين إلا نتبع عن هاد اليوميات الحرب مع طروان سن رقبنا والمجازر رقبنا والمحارق رقبنا والطرويو تأثير نفسي في طروان ما تشادي عاد ما تش نتعامل مع اسن في هذه الاوضاع. جزاك الله ربي شاف سؤال مهم جدا. دعوتك الى الاولياء انه يعني لي فامي يبها انه يعني اي جواز علوك خلى مزان ماشي قرن ازعلوك يتحسى يتغرر تديده من ماشي قرصن يعني مشاهد رهيبه جدا مجازر رهيبه جدا فما بالك يقن حد بزان يعني نفسي تستضعف صديق نشي ندعو الاولياء انه اديفيت انا فرج يعني اتجنب تماما افرج انه نشغلوا البشعه الاشلاء البشريه بورخص دي بزان لا يزعلك ولا يبزان يبقى هذه تبع الخبر يسمى بطريقه بحيث انه وال يعني واللي خزر المشاهد وسيرته مع بورخص خاطرك لان اثر نفسيا زايد يسمى يقن حد الا يتعاشى امس الميدان لكن حد الا يتسلى سجار يعني وسيله يتسلى يتعادل حالو عر وجار تاثير السجار خاطر كل اللي خزر سي طونس لا يتسلى زايد يسمى الاعلام الغربي لا يتكمل يتضخم الامور يعني وغنحكي المشكل بين لا والحكي المقاومه بتل التجاديسا ماني لا تيودوني سو منيك ادعد افرجني اول يؤثر على النفسيه من خلال المشاهد المجزريه البشعه ثاني شيء يتجد عن خيبه امل استكانه قال خلاص يا تلقين سنيا زوان يا تورحان يا موتن يا نشي بتغنى جمار دائما أي إنسان غير لا يطرح سؤال نشي بتد المقابل بتغاد جا
يعني الرسالة يكون شيء. ما هو المقابل للأمة الإسلامية؟ نغتوتنا عزيزنا كل مشي لان المقابل أنه نطرح سؤال مع طروانا، غتناقش مع طروانا أنه الحل بالنسبة للعالم الإسلامي هو العلم. أول شيء نزل من السماء هو كلمة اقرأ، دونك نشني كمسلمين يلزم نعاود ندول أن نفهم مثل ما تقرأ السو، يعني أتنسيول بكل صراحة السؤودين لان يعني الصهاينة لا سيطرا على العالم، سيطرا به عن طريق العلم، يعني باش ضوض أو يعني التكنولوجيات وصناعة الأسلحة والموساد المخابرات والشغل بالعلم وش ديك نشر خلاف. دونك يسمى المقابل أنه يجب علينا أننا نسمى أن حتى تروانا بأنه هذه دول إلى يعزم هذه عزم لاكاليتي نعزم يعني نوعية العلم، وبالتالي يعني لا شيء يعني غير نقصني بسيون باش نجم أن ترق السيسن. الإيمان من جهة والإيمان يأتي من خلال العلم، لازم نشجع تروانا في عزم، يجب أن نشجع تروانا على الجنبرعات اختراع، أن نشجع تروانا غتزوان إلى الجامعات العالمية كخريجين أسو الحمد لله الجزائريين في كل مكان لن إطارات سامية في دول الغرب وفي دول الحضارة وفي دول. دونك لذلك اسم إزال غفنا أنه نجمع شملنا في العالم وكل كمسلمين من خلال العلم. العلم أنت أسو من لغرنا غبرعات اختراع أسو إسرائيل إحصائيات اسمها كت 5 سنين لدفر تقر بأن برعات الاختراع العالمية يعني أتنتنجروغا أن أمني النغجار في إسرائيل وحدها. دونك دي قن حد اللي يتقدس العلم، وبالتالي توني أول شيء أندو للعلم الحقيقي يعني أن نستعزم طروانا، وبالتالي نشين أدعو إلى أنه من خزرموني أنشجع طروانا غجار دجار قال بتغنج غرش سن شغولة نتجدك أيها المسلم. الشيء الأول هو تظلت تشد دعاء يتمتشي مسلما. الشيء الثاني أن تقدم أن تكون اسم عالما حتى تجد حلول لهذه الأمة ولهذا الجيل وللجيل القادم. توني من جهة، من جهة أخرى يعني أهم شيء أن أمشينا أن يعني النفيتة الصور البشعة وأدعى غرنا قل الأمل، الأمل كبير بأنه تلاقيت المقاومة ديني وانت تديما إلا غرنا قل شرس رب العالمين الذي سكت النصر، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عندوني الدعوة النصر عند عسيس يتمنى غير مسلمن يتمنى غير الغزار بضيش من غفصنا أمين. أمين أمين أمين. رباشي حدا دكتور عبد الرحمن اختراد رئيس تخصص علم نفس تنظيم وعمل لتزدويت متغرديت رباشي حفظ فوني ولا فون تطفوين فون تغري منشي النار بالقرآن وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ربي يحفظ فوني ولن ان نتريو شام قران الى ربي يدير العزه غزه. أمين. غزه الصمود، غزه التحدي، غزه ان شاء الله هاد التشري تبد دار جزيقن دي مسلم ان شاء الله هجروني ما نسن السن باللي امشو من سن لين الكيان الصهيوني الا يخسي الا غاسني بي تمر تنسن صمون الى قيل كان ماشيت نغ العقيد نغ الايمان نغ اللي خلاص نغ الوفاء نغ يوم تمرتو تنبارشت تمرت فلسطين تمزورت متقبلين في الشهر الحرام. بعد قبل غفو يعطيكم صحة تنمير ربنا نحفظ السطور إن شاء الله تلم الدهاتي عن أي يوم مسلمن إن شاء الله ماشي لنا غزة الصمود خير سون أو الموضوع باش نهات إن شاء الله وجر النصر إن شاء الله هدي يكون يقرب تنمير تيوا محمد بن نورة رباش يحفظ إن شاء الله نمل دي المواضيع خلاف خاصة نرقب تطوراتنا ونتمثلت من فلسطين إلى انتدت يعني دي من صلب الاهتمام ماشي قرن توتنا عزيز رباش حفظ تنمرتي ولا شحفظ يسوي غدا تنمرتي ايتما نزوات نرقبتي قنسير جاسن إلا نسجن كتل بصم التقوى دي غزر مزاب دين دلقاي دوراغ صغر من تيبرغان أنزوات نرقبتها ونبورتري اللي نسجن اختيواتنا محمد داودي إلا نوستن بعزام إن عزامن سيد نيمار ديون واهيل تسجيت مجراراو تنجيل نوفمبر 1954 إنه ملاقي وسشينين يتسلن نيجنا نعزام إلا نسيفة وتم دورت نوغرم دي غزرس أيولونسن أنت الشيخ أحمد بن عمر أورا يتسمى ناس القايد. الشيخ أورا يولد يور نوفمبر أسقاسن 1917 أغر من برقان من يبي عزام سامزوار دي سجر الولاية انتهرت دفر ومن يتوغ سامزوار نين المدن إلا نعزمن دي وغربازن الفتح دي أسقسن 1937 يسيوت يوشام قران دي عرض القرآن دي أغرم إقرارن دي فوس الشيخ الحاج أحمد بن كاسي حميد وجانا دفر ومن يتف معهد الحياة
بهذه كمل عزامس أسقاس 1942 يتوفرن سشيخ بيوض إبراهيم دم سيجور انترباعت نمكراس أسقان البعثة غول أسقاس 1949 مانيديس يسجى من نونين داهن سونين داهن يأسس الكشافات مسلمت إلى انتجروا أيولو مدن نغزر مصاب أسقاس 1950 يتوفرن دخ دم سيجور نتمجرى روتن الفتح التعشيرة البلفع دي آخر من برقان غل 1990 وكست مروين نسقسن أما نشي التوغ سود موني زعلاك انت عزابت أغرى من برقان أما نشدخ التوغ إن الدهدي من ناو نسقامو تنسيسن مجلس عمي سعيد دبا عبد الرحمن الكرتي الشيخ أحمد أوراغ ينعر تقرولة تزيريت من يسجى من ناو نملاقيتن دي محراس نتميم ونوداي التوخير صدابيت أحمد طالبي دام سيجور نسقامو تقرولة سقاسن 1960 يتوفى الشيخ أحمد أوراغ أسقاسن 2004 من يجد اكتشلي تزعيمت إلى نسيس يربح ديما نسدونيت إبهاطر والنغض لم تنسيس تشلي خدم الغفص يشام قرانة ترحم يقبل غفص يخدم نس دي تسلنس ربات يرحم من السوسع غفص ربات يرحم أيهلو إن عزم النغل لن جندك تلبس من التقوى أماس نغر من وضع مزاب إن شاء الله هنمل أتوسل غنون السيرة الذاتية أيوله نعزم نغطر ونغ باش تستله من القدوت أيتما استمع نرحب السجوم ديت نوبة مرحبا لدي الموضوع فيتسن إلا معنا غدي الركن إنرن يوتنا حسين حنيد ونجيوس شنيغ تمديش تنبارتي وحسين تمديش تنبارتي والياس يشتي وسيق علي يتلايا لغ ضيف النغ إن شاء الله نملقى السوق العدد جديد نروكن إنارن إن شاء الله معايق الموضوع هذا جديد ربا شحفظ إنارن ديما تهدى باش أتوش ممكن إضاءات في بعض المواضيع إلا نتهم أن أمتش بخصوص المواضيع القانونية إلا نغرس كلامي تم قرن تم درت ميد نخت يعني تسول نغرس وغلوبة القضايا القانون سو مني نخس يعني بها أمتش نسيفو البلاطون نخس سون الموضوع أني تنادي والياس الركن إنارن إضاءات يعني سيبدا تقريبا تركز في يعني المواضيع اللي انتهمت للمجتمع النغ خاصة يعني أن أنظر عديس يعني كنت تقف القانونية تقريبا كاع المواضيع اللي تخيرت يعني تسمت أني طلب ميدن شراء يتهمت يوفقنا ربي نجو يغلب يعني المواضيع تون غسني قل أتر زعلوك ولكن إلا ديس أيضا يعني ديس طلب باش أنطرق بعض المواضيع سيسن الموضوع نوسو إلا دي كل معي وتنغ المحامي عمر الشيخ بالحاجي وعمر تمديش تنبارش تربش يحفظ في القبول الدعوة صحة أستاذ عمر تمديت نوم تنبارش أيوا حسين تمديت تنبارش أيوا إلياس تنبارت ماشي لا لا كان دول دي دم تدارت يعني باش احفظ يعطيك الصحه ترحب السيج عشاك فوا هذا شيء ما نقدر نحشم غير باش احفظ ربما يحفظ ان شاء الله لك جيت سين تش قاعد الرزن ان شاء الله يعني ملي كن حد متخصص يقن المجال تسنتي تيشان انار مغ اضاءات مختلفه وتديون الموضوع باش احفظ ان شاء الله انا ان شاء الله نسعم سواني يسعز مانا ربي سواني نجم لعل وعسى أنا جيت البصمت في هذا المجتمع كل بين يعني اسمني يشسر إن شاء الله يسهل ربي يعطيك الصحة موضوع وسو يعني نخيرت من يعني صميم يعني التحولات اللي تعشنت مجتمعات السو يعني بينها يعني كاع المجتمع بما فيهم يعني المجتمع المحلي اللي انت للأسف يعني بعض الظواهر السلبية اللي انت يعني داخلها في المجتمع خاصة مع العولمة التكنولوجيات اللي على الاتصالات التجديدين أنا قبل للأسف الشديد يغلبني مكراس النغ يغلبنا أولاد يعني ديمزان يعني كاع تقريبا الفئة العمرية اللواسي للأسف الشديد نغي وضع يعني في ظاهرة المخدرات الآفات الاجتماعية المهلوسات نسم باللي يعني القانون المشرع نضوت واللي تراري بسيونو خاصة يعني مع تزايد نسم بشكل رهيب نشني ولي نزوى للردع نتكلب ولكن نحسس يعني ميدان اللي يواتنا مصطفى بوسعدة يعني يغلب ان تيتشال يعني الركن نحس مرحبا يسيو شايو يعني في الأثر النفسية يعني كيفاش نجم يعني وسي مثلا لا قدر الله الا مدمن كيفاش ادي نجم يعني ادي تجاوز غادي فرص الافاتو اسيو نشني خاصة نسيون من جانب القانوني يعني كيفاش المشرع يعني يتناول يبسيون خاصة النغل قضيتنا المخدرات خاصة هو حسين حني
يعني أنا اللي نتف المصالح الأمن كاع بس الفئات كاع تف كمية المخدرات دون مهلوسات العقلية يعني أسس أسل ترني العدد نسن أشتي تلت تربعين لجرام لن تدخل لن تحترف أنت تسات أموني أسوق دروج نون يتشر يعني تبدون النشرات الإخبارية تقريبا كل يوم لا تخلو نشاط تبدا ديك نشاط بلا يعني التفدي يا الطفن يا دي سي ايام تحسيسيه دين دور الاعلام يعني بين ادوار الاعلام الا ادي حسس يعني النوع يعني الافات باش ان شاء الله هذه يكون يعني تقليل القضاء على الظاهره. ايوا ايوا عمر يعني في خضم يعني اولنا في في الموضوع يعني نسن بلي لديس قانون الوقايه من المخدرات والمؤثرات العقليه وقمع الاستعمال والاتجار غير مشروعين بهما يعني ابدا ممكن ان تشد يعني ديك كن التعريف يعني مقتضبنا مختصف القانون وهامي يسد القانون وهامي يجيت للمشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي فاتي وكليات تكمل في الدشتين انه القانون يعني المشرع الجزائري باش يوضع دي سوفغ القانون النوني يعني ظاهرة لا تستفحل يعني استفحل لازعلوك ماشي تطرق ديمارو تسيولد نيد ولي قد عقلنا ولي قد عقل الخبر يعني ولي قد عقلنا والتلفزيون ونرقب لان تطفن تيرباعين ولان تطفن المجرمين نشينا شينا ولي قد عقلنا في المحاكم ولي قد عنتيس القضايا المخدراته سواء يعني استهلاكا أو ترويج بالعكس وإنما تلا تدول تشكل لقل جزء دازعلوك سن القضايا اليومية المحاكم يعني شو لش غيرك الإحصائية الدقيقة ممكن أشينا في بعض الجلسات تحضر الجلسة ممكن أجن جلسة كلها يعني نصف الجلسة قاعد القضايا الاستهلاك ده الترويج يعني يعني كمل يعني منود يعني المتهمين شينا نسيو المصطلحات القانونية منود المتهمين التفت نقا يعني تقريبا طبقة طبقة اللاج وناس طبقة ليجان كمل ديس يعني ديس مختلف الأعمار حدز عليه كذا بزان الأحداث استيزنان ديس يعني من مختلف الاعمار دونك دانيش ديس باين بلي او ظاهرته ثلاث صفحات يعني قد استفحل زعلوك. لذلك المشرع الجزائري يعني جاس يقل قانون خاص اصدر في سنه 2004 فيما يخص الوقايه من المخدرات ومكافحه التجار المشروع بها يكمل الى جاس يقل تعديل دم جارو سنه 2023 ان شاء الله نطرق الى يعني البنود يعني باختصار يعني وسنديس يعني لا اي وعمر انت واش يعني اني نغ يعني كنت تعريف ده بزاف اهم يعني النيو سيتسيس القانون اهم الجوانب الى يطرق سيس القانون هل يسيول فقط في الاجراءات الرضعيه نوديس اجراءات تدابير احترازيه ووقائيه مثلا بون القانون ديجا يبدا بالتدابير بون شو تعريف للمخدرات والمؤثرات العقليه وانواعها كوليجن المخدر اشوش تعريف مثلا الهيروين الكوكايين القنب الهندي الحشائش يعني يغلب لنا انواع متى تشرى الى تنجم يعني تصنف ضمن المخدر الممنوعات يعني الممنوعات يعني شو التعريف نسن ومن بعد يسد بالتدابير الوقائيه يعني منشن الحماء او المجتمع سونا ظاهرته التدابير الوقائيه اللي يسس مثلا يعني كريا ديجن الديوان الوطني الخاص بمكافحة المخدرات والإدمان أو الديوان يعني يشير الصلاحية واسعة الصلاحية تيز عليك باش غادي نسق مع مختلف القطاعات يعني في المجتمع وزارات إدارات مؤسسات المجتمع المدني أي يعني أي مؤسسة أي هيئة غير سيجن تأثير في المجتمع إلا غير يعني دور في مكافحة أو ظاهرته من خلال يعني وهذا يدخل يعني غادي يدخل الوقايه سن المخدرات يعني وين قاعد يقلنا الجانب اللي هو تسيس قانون باش ان نحمى المجتمع ديما يناش الوقايه خير من العلاج قبل ما نزور يعني العلاج التدابير الرضعيه وكلش نعم شرفت سن اظن ديس يعني بعد الوقايه ادياس في حاله ما يعني خلاص ممكن ولا تجي تدابير وقائيه ولكن اللواسي يتفل المجال بتد التدابير العلاجيه الى جهه المشرع وأدنى مثلا التدابير العلاجية أنا أذكر بعض المواد القانونية مادام لا كانوا زدان عن نعزم القانون لكن غولي غنشي لكن غولي غيفهم أي واحد أدي بالقانون تعزم نشي أدى سوا معزم القانون أنسي أنا يعني أنفصل لي بسي هذا مكان دونك مثلا الناس المادة خمسة مكرر أشيني تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجامعات المحلية بالتنسيق مع
الديوان باعداد برامج قطاعيه مشتركه للوقايه من استعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات. هذا ساشيني التحسيس باثار المخدرات و بعض الناس يكتل مادة بلا تقدر عين طورو المادة خمسة مكرر عشيني ثلاثوني يعني الحصتو لا من صميم القانون لا يسد خاطرك القانون يشو يعني كلف كاع المؤسسات باش هذا دواء عن يعني المجتمع من بينها إقامة حصص تلفزيونية اللي تذكر نص في المادة خمسة تدابير العلاجية الناس المادة ستة عشيني لا تمارس الدعاوى العموميه ضد الاشخاص الذين استهلكوا المخدرات او المؤثرات العقليه اذا ثبت انهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم. يعني ما عاد يقن يعني يبلا تربي يتوطف يضاد يعني في شينا مداهم امنيه وشينا بناء على معلومات. المهم يضاد التونت يعني الضبطيه القضائيه مثلا يثبت انه الى يتزاول يقن علاج الى الدواء الى يعني يمارس بعض التدابير العلاجيه دونك تسقط عليه المتابعه الجزائيه فيما يخص الاستهلاك الماده 12 يعني وفي نفس كميه للاستهلاك يعني خاطي ترويج نغيوز نزي استهلاك شخصي يعني مانت استهلاك شخصي في اطار اعالج دواء هوني في اطار اعالج يعني بتا يثبت انه الشخص ولا يتعالج تسقط عليه المتابعه الجزائيه يعني شرا بطاقه تيدي وعمر باللي لا شي شوت يعني وتسمح ندير سنو وتسهل مع زين المتاجره ولا المتاجره ولا رجع هذا تكمل تكمل برك النقطه تي قدام هذه يمكن قضيه التحقيق مثلا في يعني سغادي هذا الملف في الجور في التحقيقات وكلش قضيه التحقيق سغادي في قن يبدا استعداده باش كدي يدوى باش كدي يعالج باش هذه جمع ديامر هذه امر من اجل ايداعه في مركز للعلاج والمتابعه وازاله التسممات هذو لحين ادور ملفس في يعني المحكمه باش كادي شارع ديما كنستاور فيما يخص وسيغه لي كونتيتي بالزانين وسي انني بلا تربي انا شان يغلب الله جيناس مثلا اشين الله غالب اشين كيف اشين ودي الله غالب بلا يربي وتنجمغ غلطه وضيط معليش اخويا توضيط تغلط الانسان كاع يغلط بصح اللي وشاش ربي باب التوبه الا مفتوح كما باب التوبه القانونيه الا مفتوح الا المشرع الجزائري يوفر كامل يعني السبل باش ازيد يعني ان شاء الله مراكز معالجه المدمنين يعني المركز الوطني الديوان الوطني اصلا انا ليوس دا شامونا وسيس سنتير واحد ساعه شامونا باش نقول لا ديك المركز ديني اي واحد يعني عنده غرس استعداد باش كذا يعني ان شاء الله غادي تخلص الافتو هذا يقصد المركز الجندي هذا يقصد الجمعيات الفاعله في المجتمع ان شاء الله تصفى النفوس وينقذونه من المتابعات هذه لا قدر الله في اي لحظه يضاف في يعني شرط التيني دي وعمر انه ابى التحد يعني يعني يتوتهب يعني واستهبا يعني كاع الصفات يعني توفر ديس ولكن ديس يعني ابدا يعني الاستعداد للعلاج يعني سنيه للعلاج غادي يكون ديس تخفيف العقوبه او 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 يعني عدم متابعته بها اصلا وكالسوالغ بالنسبه ديما يوسيغ لي كونتيتي بزين وسيله بلا تربي وان عندنا المواد يعني العقابيه الماده 12 مثلا ثلاث سوال في ثلاث سوال في الحيازه مروج خلص خاص وسي مروج يزنزوني وني كش ويدي باص يعني الافت يعني لا يساهم في افساد المجتمع يعني بدات الماده 12 عشان يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامه ماليه من 2 ملايين الى 5 ملايين وباحدى العقوبتين كل شخص يستهلك او يشتري او يحوز من اجل استهلاك الشخصي يعني وني تناسيك لا كونتيتي طوب زانت ولا فين غف سلاحيه قال استهلك اخت فوالا وفين تستهلك انا وفين غف لا كونتيتي طوب زانت حبه ولا زوج لا قال مرتضى مزان بغيتي تجسيس قال استهلك ثوني غرس من شهرين الى سنتين عندنا سمارو الماده 13 الماده 13 باش يعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات كل من يسلم او يعرض بطريقه غير مشروعه مخدرات او مؤثرات عقليه على الغير بهدف الاستعمال الشخصي يتسمى شي ولو غير مستهلك يبيد يعني ثبت عليه انه المدني المهلوسه الحبوب المهلوسه المخدرات يوفرت يعرطت مدن باش كتصغن باش كتستهلك تما ولو انت ولي يستهلك فيعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات عشان يضاعف الحد الاقصى للعقوبه اذا تم التسليم او عرض المخدرات
على قاصر او معوق او شخص يساهم او شخص يتابع برنامج علاجي عشان هاد الناس مرض التدابير الوقائي دونك بات يتوفيني قد مثلا خاطر هم يستغل انو لا مدمنين هذه عرص الريال يزاليان تلا مدمنية هاتي يستغل يعني في ذلك هاتي يعني. عرص المدني فالعقوبة تضعف النغة تعرض في على قاصر النغة يقن معوق ديني العقوبة تضعف هاد الناس مدى 14 عشيني كل من يعرقل او يمنع باي شكل من الاشكال السن مثلا يقن يتروج نغي جنوزو وسين مثلا لابوليس نغ ضبطيه نغ فوحا الا شراديني اتني غلط نغ اتني عرقل في اداء مهامهم فيعاقب بالعقوبه من 5 سنوات الى 15 سنه عندنا سيمارو ديما لك في التدابير الجزائيه اللي هو سيشينين شي اخويا لغير الاوردونونس التفتي الاوردونونس ني تطبيق التفتي يتابعوا الشيس كما يقول كيفاش يا خويا غير الله نونو استغد دوت خويا استغد دوت على اساس انت يستهلك الا يدفع سيمان في لوردونوس هذا زود لوردونوس داوي انت هادي صغار دوت ني لازم نزوفني الا صغار لازم تاو البلس يسحم يحمي ما لوردونوس مش سنين هي تمتنا غير طبيب باش يعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات كل من اعد عن قصد وصفه طبيه صوريه هذاك شربادي هذا في كل مجالات لا الا وشتي بلا وحدي انت لا نتعمم وانما لا وسيتي شاموني وصفه طبيه صوريه يعني محاباه السني قندم دوتش لس سيو شاموني سيوش حل الرنص عطيت له السيولد معاه يعني تلغى الوثيقه لا ماشي وثيقه ني وكل لا محمي يعني لا محمي صغست ولكن هذه يمكن الجهات القضائيه بعد اجراء تحقيقات وخبرات اثبت بلي الشخص ني ولي مريض وبالتالي اثبت بلي وصفتني الا جيت يحر تطبيب ني لا تعتبر وصفه طبيه صوريه وبالتالي يعاقب بالعقوبه المذكوره في الماده 16 الصيدلي الفارماسي ميزولي صغير الدواء كيف بلا وني الصيدلي كيف ساغسيو يعني ساغسيو مخدرات سوش يعني سوش دواني وخاطر المخدرات تعتبر مؤثرات عقليه سوش مؤثرات عقليه بدون وصفها كيف نفس العقوبه من سنتين الى 10 سنوات كل من سلم مخدرات او مؤثرات عقليه بدون وصفه طبيه او بموجب وصفه طبيه مخالفه للمواصفات المحدده مر قانون التعديل الجديد لجو الوصفات الطبيه الخاصه بهذه المؤثرات العقليه دون تدمر رقمنه النظام باش كتحافظ في يعني ولاد لي فارماسي عاد يعني محميين سواء سواني لا يتصار ممكن توجه في 3 نسخ يكتب قيمة الطبيب يكتب استوشي المريض يكتب استوشي إلى الفارماسي أنتوني الناس المدى 17 تقريبا ما تنيناش ما تنينا 3 هزوا الجبل يعني ربادي كفاوسي يتعاقب بسلسة المثني يشين يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة سل يشغل بنا ماذا بينا نركز سل يشغل بنا ماذا بينا نركز في المادة كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول على أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين يعني قاعد جو الأفعال يعني ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل يعني تشمر دبرك يقيني شمر العقوبة تحمل ديك من 10 سنوات إلى 20 سنة يعني نصين بتدي يعني دا بتلن دا الإغراءات بتلن دا يعني دا بتلن السرد الأهداف نغدا الجن بنادم هذا السيوة اليمنس لين عشية وضحاة دلقاء يمنس شروعات الحبوسات 10 سنين 20 سنة دخولين تران يعني في هذه الأحكام خلاص يعني ولينا أيوة عمد بين الأسئلة عنده سنة تيوليس يعني يغلب ربما تخشتي من خلال أخدامك في المحاكم يغلب التفد عن غير قصد مسكين ممكن التفد خاطي استهلك خاطي تجر بين عشية وضحاة في مس متهم نادي في مس الحبس هل يعني يعني ممكن أهم الحالات اللي أنت تنتظر لشراي ترى يغلب خاطي ترى مرة خاطي زوج ترى يغلب هذا يمكن حد يدي لقاء ماس الحبس بعشر سنوات ناقص 17 سنة ناقص 5 سنوات انت ولي كسيب ولي الزنز ولي صغير ولي استهلك وإنما يعاشر بعد مدن خدمنا ونضمنا
ماشي نسنقع ماشي نسنقع متير باعين متير باعين الإجرام تعدا جونت جونت سجن سجن يعني خدام محترف يعني احترافي صح دونك جيني قلنا جيني قلنا تسيبلاني قلنا قال فلان شاني فلان تسنقع بتيتجا شنو انت بالك تقرب نغرس بالك عاد بنت النيميرو التليفون كونتاكت مع صغت وطفن مباشره باتيرين قال لي زنو زنو فلان زنو زنو فلان فلان يودي خاطيه ما خاطيه بصح الله غالب يعني سال اجراءات الاجراءات يعني الجزائيات ديني لازم دبين كاع واش يتف الملف ومن بعد في اثناء التحقيقات تدي بين البريء من البريء من المتهم دونك مسكين السيد ني ربما دفن هدف الاتصالات جرس متحدب لا وان كانت ولا كانت اتصالات عاديه بصح الاثنين اتصلت كندي سكولج يعني اتصلت كندي سكولج قلت بالك دبي لي كنشا صغار نسن بالك دونك مسكين ديال الجيمان السادي حاول هادي حاول هادي دافع يمس دافع يمس ديما القاضي القاضي لا يحكم هادي يحكم على حساب مظارف الجلسه وعلى حساب ادله الاقناع لانديني دونك اكيد الا بعض الحالات جون جون يعني جون الا بعض الحالات ممكن شي اللي قلنا ويد تليفون تاتسي ولا خصيص مثلا حد دبراني ممكن شي غير يشرع يرجعهم المكالمه المستعجله ممكن هادي تشي شرع بلا يعني تضاد حالات واقعيه هادي تشي شرع بلا اتصال هاتفي متبعا التحقيق هذا فهم اللي دبي النيميرو اللي تواري في اسم تدود متهم شتيتو شي التليفون تامني باش اجنسيس مكالمه كمل اشمر نبراني تونسي ولا غير لذلك لذلك ايه ربادي كفا دونك تزاد تجد الخير نينك تدور دابا توفيت حدا براني مشان افتو تسفز كاع يعني تسفز من حقيقه نبدا تشمر ديك معاش ولا واش تبدلش بدي كان السن تاع ساعه نجر الطوموبيل اش تبدني قلب البراج باش تود مع تود مع شوني نشي شخصيا تو غتشمر نشي تشوف في منك تو غتشمر ساعه اماره الدور غول تشمر ولا حد اي سبدا يكون ولا يكون اسين يا خويا اي تسمحت بات تسنت ود تسنت دي واتش ايتوش اللي مكاين تاع زفيري في كاع الصوالح اي تاع اللي شرا الرسمي اتاو معايا الغرسن بصح نشي يا خويا وتنجم غتشمر على خاطرك يعني الافتو الا نوضان ديس كاع طبقات المجتمع بما فيهم الا واش يخدم في يعني يستفزد يستفزد سمعه الاجهزه اللي يخدم ديسن دونك انا تشمر ديك عن حسنيه ونسيو لا كمواطن بسيط انا كنستوعب في بعض مدن الا نخدم في بعض الاجهزه يعني التفت لا قدر الله شي يشمر شرا بحكم مخدمس بحكم مخدمس هذيك داع الدرجه مزال في تسن وانما ولدين انه لا غاسن يعني مفتشيات لا غاسن لا غاسن امن يعني جاج يخدم يعني تو النتائج تجي عليك دونك نتو طند في يعني تو طند في ملفات بصح واش شمرت ماشي انا دزو معاس صح دزو معاس على الاقل في المراحل اللي مزور التحقيق على الاقل في مراحل اللي مزور التحقيق شت قبل فيما تنتظر تتعقب داك نص قاس نغ عام ونص الحبس شتو تجي لا هي دفعت فيما دفعت فيما يعني في السوف الحبس الاخر ولاد الخير تجد الخير إيه كي قرأ شيء إنه ديما خدمة خدمة احترافية أنت غادي ماشي شيء سوّر شيء منو بتتخدم بدك تجد شان يبين معلومات غفشة لا قد الله يضاد يقنا يقنا ليته ماشي ماشي نقرص شان اللي سن قاعد سن شو قاعد المعلومات سن تخلو شو بدي تجا شو دونك ديما بس هذه فيتا خلاص يعني مادام السؤال دي توله فون مجموعة الإجرام لا مشيتني يعني استعملت أساليب محترفة خاصة يتسلسلات موقع التواصل الاجتماعي تليفون قعني لن ارتبط يعني تجن شبكة إجرام باش كده يعني تسجر سلعة مسن في حين يلزم أتوله خاصة القانون والحمي ذاني المغفل المنو وممكن وليسين القانون داني نعم داني والياس ومنين نتركز خاصة في الثقافة القانونية يعني تقريبا تكردنا انه شاي ولا قار الا موجه الى عامة الناس يغلب وناس تيغرسان يعني تفد وضان يعني في مثل هذه الحالات تفد مسكين اننا يسدد يعني اللي يسدد الخيل هذا في مس متهم هذا في مس الحبوسه وكما دام السؤال خاصه اننا ننشر ثقافه القانونيه ولكن السؤال خاصه في الاجراءات الوقائيه بحكم تليد يعني بحكم أخذها بشتيت في المحاكم ممكن بتد أهم يعني الرسائل والنصائح تشد خاصة إني مكرس لنا نغبشة يعني أطلطين في مثل هذه الحالات مشي لنا شبا بشكا نصح غاية موك ميلان أشنو شغبتي أتصارم بكين أشنو شغبتا مثال بسيط نغ أني لا يتصارن يوميا في المحاكم مشي لنا نطورو كتولا يعني لكان غن نتوعات بشغل تخلوط بشكا در نبلس بشكا يعني تخيل شي لك كي تغرهم تفقد صغرهم تسوت ملاقي عاود تشي لك تسن نقول تسين باللي لا يعني يرتكب هذه الافعال جنود من بعد مباشره نضو نغفهم يعني 13 غبشه
اش وين المحكمه؟ المحكمه تنسير بلاصه اش يسلوك الجمهوريه اش دكن الجلسه ثلاث دور الجلسه اش شيتن في نفس الجلسه اش شرعت في نفس الجلسه وربما يتحكم غبش 50 10 سنين غبش اتواج غروم القايل القايل تمديت لك المحكم غبش 10 سنه و 20 سنه دونك الخطور يعني ما نوشي تسمن يعني نخولط في هذا المجال يعني باب سدي الصلاح كاع تيورا الحمد لله اذا ميد الخير لا تخسر تجي مدو تشال لا نمدو تشال لا نميد الخير لا فوالا هذه هي نركب خاصه يعني مشرع عندي الدوله يعني خاصه تاخرته وتليت تساهل مع يبسيونو كل مره لتجا يعني حملات تحسيسيه تدابير وقائيه ولكن بالمقابل لا ديس يعني تشديد في العقوبات هذا قبل القانون اسكاسو تعدل ديس اسقاط يعني فونيلان تصران مؤخرا باش غادي يكون ديس ايضا تشديد للعقوبات باش غادي يكون ديس وسائل رضعيه ممكن تخديك رسالتي للجمعيات النوم خاصه وسيله اغلان يعني باش هذه كتف يعني تكتف هذه قربس المواطن هذه قربس الشباب هذا القانون تالي كلش باش كادي يخدموا ونخدموا تدابير اجرائيه للرضعيه انني غير اني جنكا راس نحقدو جار مؤخرا خاصك 15 يوم 20 يوم سنشن بيان من وزاره الدفاع الوطني جنك عمليه اتلاف وطنيه يعني انا نونيت فن كامل يعني تركود ترب كميات هائله سمي سكا سيكن برك باش 2 طن شحال من طن من الكوكايين ملايين الحبوب يعني كميات ضخمه جدا يعني الاثار يعني نشرايو اثارها يعني المباشره تهديد امن وسلامه المواطن انه المخدرات تذهب العقل هو عندما يذهب العقل هذا زوال العقل يعني البنادم هذا يجي كلش في سبيل العقل شين العقل سيزوه في سبيل مشكال ديسغ دونك لازم هذا اي حاجه مشكال ديسغ المدنيه انه ولد ولد مدمن في النهار يعني طول ان شاء الله يتني طول يعني ممكن استغلنت يعني الشبكات وخاصه الشبكات المتاجره أزواني حد ممكن إلا مدمن أدي جي مديج أي شيء باشا في سبيل يعني باشا الحصول على شراي لا نطلب بعد مواد أشتوش أنت وش باطل كيش البونيز أشتوش يعني أتسيت تبرك سيغة تسيت تدول مدمن شان تير بحاجة شان يخسر غفشي كيش رأيك لك لكونتي تتوزن لي سنغة تسيت تيام بعد الدول ده تكون اليوم الدب ضرية وتجد تبد غفش بعد مواد يعني معروفة يعني على المستوى الله نعطيكم صحة باش نحفظ إبهان نرزم التطاون النغفة والمواضيع أما غير غلوبة التطن ميوضاء أم بعد بدأ يتكلم يما رمان شادي فخ سين المشكلة في حين يتغرس ممكن ماشي قرن تيويران الوعي الوقاية دوسون القانون الاحتياط قبل ما ديوضاء أو النوع المواقف إلا أنت دت يعني بطي قان حد يوضاء تأقيس يعني شادي فخ سيس سمني والياس نعم نلقب اللي نينيغ اللي يستخدم نزعلوك يتوجه يعني من طرف الجمعيات من طرف المنابر ولا داني يعني الحصص اللي نتجها ولكن السو يعني نحاول نسيو خاصة في الجانب القانوني باش مدنا غتسنغ يمكن بلي تلاسيك المتابعات دونك لازم نسنغ الدولات خاصة الوقت واللي طرار مع وسيلة خاصة يستهلك والأداء والأمر أنه يعني يتاجر مثل هذه المخدرات المخدرات باش هذه الضرورة تحد وأيضا أننا الأستاذ عمر خاصة أنه لا تهدد يعني الأمن الوحدة الدولة الشرعية واللي زوها أدران سيسومني كاع خاصة مكراسنا أدران البلسن خاصة أن يتنين طولات أيضا يعني غياب الثقافة القانونية إلا واسي التفدع عن غير قصد مسكين يزود الخير في منس متهم أشين يقضى القانون ليحمي المغفلين شرايو يعني على هذا الأساس يعني نحاول نتحاول صاروك الإنار إن شاء الله في كل يعني كل الحصنة كل العدد أنوش تطفي إلا المجتمع الوعي خاصة ننغل الوعي القانوني طروان المجتمع مهم جدا رباش عفت أعطيك صحة يوك حسين حنيت المرد شتيدون جنج يوك عمر شيخ بالحاجة كيد محامي الله يبارك رباش أحفظ فوسة شغلداني الإضافة لأن شروحاته فون الجانب القانوني لا يتم أمتش إن شاء الله أن ملقت نباتي نخلف إلا كنا نطرق المواضيع إلا ذو أهمية لخطرتي زوان السيول في قانون الأسرة يوك حسين خطرته بديق الموضوع دخ لا يقل أهمية في يعني فوني لن يبهاد توسن نتني الوعي القانوني باش أحفظ أيوالي إن شاء الله نملك العدد التسم ربنا نحفظ أعطيكم الصحة أيتما يستمان زوات لقن الجانب التراث نتوت النغ
أن إلا أني بهذه التراث لخصوص الزربية تلا زربية نتيجين قرن استقديس نتيجين يوك عمر بعلي إسي والفون زربية مغي يسجق الروبورتاج أي بها ديون تفرت دندول بعدس أشا غرم سي غرمان لتغرداي تأغير سي تسيت والسان السيس تني نتيجين ديس مناو نزمو لن نوسان زوان إلا ندرن غلي مارو التلسنة مزروينة مورت التنفس نمزوار إقدعن ولهذا الزربية نتيجة ستون فالور يعني قيمة تاريخية قيمة اقتصادية قيمة اجتماعية قيمة يعني هوية تلا الحقيقية هوني موتيفو تسدنا نجارة سنتيا غرس انت يعني وناتو اثنين سنت التقريب يعني ديقن ونرمزو رمزان الويني لان يعني تعشان ديس مقتسلن سيس تسلم مثلا سقوه راس عتش يعني هي موتيف السما سقوه راس شقورة مثلا تنسمى شقورة أو الزربيت اللي تولد سيبسيون أنت دوليد التويلات نتما التغبكري يستخدم استدارت السو تلاد الحرفت يوكساب دوسي تفاني دريما سبت التغن سبغن نطلع هذا الزربيت نتيجة اللوني اللي انطاغي قاعدي سند ندون القرفي القرفيو سماني التغن سبغن التغن سبغن سيقت أي صحة عمي بكير تون تبين تدسك طراسين لاغارونس تلا موجودة جار تغردي تدلغوات سبحان الله وين عين لاغارونس النين نتها تشاون أو نلونو إلا ممكن لو كانت تحاول تخدم تسكت سكت السبيغية دو سينتيز واش تشاون أو نلونو تبو راسي زما توجد أو نسنتز ربايو هو يعني باش نزنت نوجد باش تنتسمن انتها القيمه يعني انتها يا ليتيرنيتي غير متى يكون ظرف يعني قاهر مثلا الزوج مثلا قال لنا ان نسغي تدرت ما ان بنك تدرت وقتني يعني ادزنزن باش ما سبع يعني هاد حاول نطرت باش ما سبع يعني هاد السنت دارت ما غاد غرسي كتي اللي تنس مثلا تزوجت مثلا ما قلت مسورجات اتزوج مثلا حوجن باش تزنزنين ولا تزنزن باش تعاون شي صحه الحمد لله مر ليد ولد اخدم نصطا مارو تيزد لنا الخدمه لنطلب انت خدام انت سنت دغيري التحنوت لنطلب انت حمال ديك واش انا الخدمه ندول الوسطه وخصوصا الوباء ودخ يكمل يعني قلمي مزدزع علوك يعني مشى القيم دزع علوك يريح حتى الدارت طمطو تسيب تريح حتى الدارت تسن القيمه نصطا توفي ما نسب لي يلزمها تدول الوسطه سكت الجهات تنفس ديزا وحدي سكت الجهات غير سيق الانتاج الا نتنجم تنزنز يعني تستفاد السيس هذه يكون ديك المدخول اللي تدرت ازمول النويت وسجان سيقن وجان تايتي دا مقران استشنان ودمنتوك غرسان تنجيمت ماني السيسن توري وسان ستنلي جاري غرسان يبها قلنا تقديس نتيجة يبها نسن تراث النغ أن حياس المناسبة تيد ممات النغ يستمات النغ إلا نتعافر أنت ما سنتي الدارين نسل خصوص من يعني إلا أنت مع إزطوان دي خدا من تدارت ربا دي وفق دي قلنا خدا من بها نسل خصوص الزربية إلا نبها التقييم دي تراث النغ أيتما يسمى نرحب سجوم دي تنوبة مرحبا دي البلاتو فايت شارد نخير نسيو في التراث نسيو الفيق نشرايبها بها أني لان شنا يزوران نغ شنا تغرمان نغ السوان سيول في العادة نولي إلا معنا يوك نوردين بغبغة إلا رئيس جمعية البراء والابتسامة تغذية تدرح وخصتي يوك نورد ربا شحفظ يوك إلياس غنيني مرحبا أشكر سدي يافط وكذلك نبلغ سلام اللي تبعنا تمديت سنين تمديت نمطان برشا ربا شحفظ يعطيك الصحة تمشي ذا نغ
اي بهاك نخدم لكن تسجم تندي الجمعية نوم اني لان ماشي قرن سدر التراث احياء التراث باش كولي تمتيت يبها امتشن غرنا قلع وايد تقاليد خصات نسو الغيبور خصي بزان جمعية نوم الله يبارك لا تهتم يغلب سي بزان نص الطفولات ديك نخدم الا يعني يسحق يقني عافر نبهان مانسن وجار التفاصيل الا معنا خيوك محمد معروف الا ان الله يبارك الا في خدمه ان الا نتيزدين خبير في خدمه تيزدين نطرح خصك شيوك محمد مرحبا يا داود باش احفظ على كل حال باش احفظ الصديق ضيف انا الحمد لله اسم ان شاء الله كوزان السوسي في تزيت ماشي هنا جرت نقرب نسحب حتى الزيت مسمس ان شاء الله نسول بس فون مرض ولا يدخل البايوض ولا انت غديت تبدل الضحايا غبغبس الضحايا غبغبس نخزر مره ترت كل غابت لي كارتي البايوض يجري يتعمى ونسين كيفيه تماشي القانون اللي تعالج انا شي معالجه محموني اسم البايوض سلاسل في الجهود باش نتهلا في تينيت زيت الا ديك ديك نزمون تاع المرباش يحفظه هو محمد خير غون اون البلاطو ممكن اني لاند التراث دي ستازداد دي ستخل العاد تنولي اما غير شري قندي شرا ممكن استاذ نور الدين يعني بات نسول في الجمعيه ممكن البراوي الابتسام خصت نسن يقن التعريف طب الظن يتوتنا عزيزن باش اتنس انت جمعيه المراوي تسمات لها معروفه يعني تهتم سبور سي بزنان الهدف انه نتاع الاكتشاف اكتشاف المواهب تخلي التوعيه يعني تجا البرامج لغنغ حفلات دينيه ووطنيه سيتو يدخل الكولجيات لانتجاس البرامج على سي بدا نسكو سلاق نسكو يعني لغنغ لا شارج للبرامج جمعيه الابتسامه يعني هذه قيمه جاتنا من التراث الى ماشي ناشي اللايو كجمعيه يعني كان وجدت قال البرنامج نجو البرنامج كل اسكوس توقع استغرديت يعني صغابت لوغرم انت جايك تلعت تبها يعني سيتو قبل الليل مغلوبه لن تسول ممكن سي غرمان خاطك تغرديت نسن بات هذا اللي غرمان ممكن تلا تنضاب سيدي يا يقن قصر بلا ما ذكر قصرني إنا يقن سي تو تو حما كنشن تو انت تالي انت بحال انت جال العدد كم تجم يعني مر رمضان تصوم لي كشان كان تجاس يقن دعم تحفيز الحافز باش كتستفيرني الزوان نيت بورخصني باش يعني تزدنا النغربات تحفظ يرحم الجود نغيلا تزعلك النغربات تحفظ ديال بتا الانترنت يعني نحافظ تراثنا يعني تزدي بها قبل وستاني تز بدينا نسلي بت تجم زرع شي نخ الجن تجني يوزن تجني يوزن يعني تعد على الاقل من كان الجواري النيه هذا سماحا المغافرا يعني توني تدو النيت يعني كاع باش كتزوان زاهين من بعد مدي سنين الجمعه يعني شان كل سكوس لا غاز دعامين يتطد اكتوبر يعني شان سكوس تخمني مع السنه ديال اكتوبر دوق عاد يسمرنا الوالدين نيد من الرغس تيبزاني ستو الملكة تيبزاني ناس نقلنا قراص نشي ناس قواق يعني تقد تملحف تلما شجا تزقواق تلما تدلوانا تملحف هدي قمارو نشي نتصح هني سولا يزعلك نغي حما قاري الصح اللي باس نمسس أزقواغني ممكن تقد لي فوتو من بعد تقد لي فوتو أزقواغني ماشي لا تصيطني هذا ميتقن مسنس عندوان نيد دا الصح نولي يعني يبها تلقد تقنا نمسس بعد داس انت تزوني لما انا بحكي تجيك تلعت مسيق مستقنا يتبزنتني حتى والتمار ولا ما استزعلوك خالتي صدوران من بعد نجوك فكره يعني باش كل ولا مضي خذاك انا قبل بعد الشغل نزق ماذا بينا نشري حكي التقاليد جودنا تقيما داس الناس نجيك الحفلات من بعد ديسك البرنامج يعني ديسبسين مع تجل معي بورسي الحفل طبزن ديس المهرج دبدوب مينوش يعني يبها فرح معنا تسيت من الفرحة فرحة شاشي ولا من بعد انت جاسني كتل بلاصة تقيم من قاعة تزوانني من بعد قاعة بهان تمني بس اللي بسني مشي بها من يعني قل منظر يبها سيتوس قاسو باسم جمعية الاتسامة نشكر بشكولتني تغيدي جمعية القرطي حي بالغنم يعني نسقن معايا نجو الوادنين بالغنم ما شاء الله يعني
الناس يقول وقيل عندك العدد ديك 300 اين تقطع 300 يعني ما شاء الله يعني غير ان تخزد المنظرني اقدا انت شاس نتيفيرين باش يعني لهدفنا باش كذا نطف التقاليد الجودنا ان نحافظ على سنتر باش حافظ ربا باش حافظ يعطيك الصحه ربا دي قبل غفش لك تجي دا ماشي يجو الشيخ حمول الحاج يجرو يودنا نغضموني لسان انا غيز عليك انه يجرو برخصي بالظن باش كذا اجيك يقل معروف اج يعني يدعون ربي ما غتسوترناش اللي دام قرانا الدياوي يقن يقن ومان الا ممكن نفعن وصدر الوطن يبها امشي قنو يعني قنو خدم ممكن بتغرو من البرامج غل دسات استاذ نور الدين بغبغاء يعني لجمعيتنا بالمناسبه ولدت توتنا غزه ان شاء الله سنين ربي يفرجها فيهم يعني حقيقه كنرقب يعني المناظر كنخزرتنا على المباشر التلفزيون الطاقه يعني ولنا غلي تحوسه كنقاسم دائما نحن في انتم في قلوبنا يعني ان شاء الله نطلب ربي ان شاء الله يفرج غصن ان شاء الله يمارو من وطن غنا بعد وسن غنا وقفه وقفه مع اخواننا في غزه في برنامج يعني ديسك البرنامج مع اكتسي المدارس ان شاء الله تجي المسس مع ان شاء الله السلطات مع البلديه مع الهلال الاحمر الولايات ان شاء الله ان شاء الله كنعول نوجدك البرنامج تكون وقفه لغزه يعني نطلب ان شاء الله دي فرج غصن يعني كذلك كان البرنامج ديال كان وشتيد عند ان شاء الله التفلس قاس ينار يعني غنا ديما كتغرديت انت جا يعني قلنا تقاليد كل حد غرس تقاليد شي انت جانا رفيس يعني محمد بونرا مضروب سرفيس قلت شنو جينا بس غدا الشغل رفيس ان شاء الله ينار ان شاء الله ينار ان شاء الله نجي البرنامج دا وحدي يعني ديك التقاليد سي جود نانشين يبها شني مريض ولد يعني درس رسمي يعني جيش ولاد على جيش عزام ضد اسكوس شان قريب وفي غد يوم الجمعه 12 جانفي ضد الجمعه يعني ما شاء الله ان شاء الله نطلب ان شاء الله القناه الرابعه تحضر يعني تغطى البرنامج ان شاء الله ان شاء الله عاد يقول البرنامج ذا واحد ان شاء الله جزاك الله ربي يحفظك يعطيك الصحه فوني خدم ان شاء الله نهتا يقولوا البراءه غير نجلس نحتاج نقنوا عنو فرهتي قنوا طفنا وطفنا تونجيم نسندي فاس نسنا ما غير انت ديت هذيك المسؤوليه نتاع حسايس يعطيك الصحه استاذ نور الدين بغبغ فوني عفرن شتيد ما انا ولا ما سنا الجمعيتنا الا كي متعفر مديس ممكن نزوات غلواني لا نتخي تخصاتيني اما غير اللي يتوقع ندخ ولا سون كادنتيني دور قدس دو فرازس ديقن وملا قاد ختيك تتويزة توات تسجن تونو ساني مبارشن ربادي قبل باش كاد حفظن فون نعمت إلا أن ماشي النغ ديقن وزمول نزمول نتغر من نغض الحضر النغ يبهان حافظ صغفس ممكن يعني بتنسيو الفولي ديساين فاشني ديسان كادنتيني ديس تويزا ممكن او نيتشراي ون العوايد ولا كي تحافظهم يعني كم تعفرهم باش كتحافظ المغفس تختوش ما سنت مغ توصل ديغنوسو لغي وبورخسي في الزن لا بد شي كان ربا شحفظ قراص نشغل الجدود نغي لا انا ولا يوم ماشي تنيت الملاقاني الجناني زاني باش كاد ملاقا نكمل ان كادنتيني تقعد كاع لا فام قاعد ملاقا غادي نقدر نتجن ديك تمسس يعني يكون فيها بحال هكا تقطع بالسلسي سيتو مارو بعد الغوابي ماشي تقار لا زوت نتفدا من تحرك نتول كونوا فيها بحال هكا يعني توا تنغد تحافظ سكنشا يعني يعني الا جيت جنتي الجود نغ نحافظ غوص تختيني ثلاث عزيز يعني ماشي تشرك كمعلومه التمر اغنى فاكهه من حيث الفيتامينات يعني كل نسبه التيني ديال الفيتامينات كنت تزيد لناش 5 ولا 7 ايواس قبل التفقد ولا تزيد كن حد يوش شي كن المعاش يعني عام الغموري ولي تسدي الوقايه ثلاث الوقايه يعني تيني ديال سكت من فعاده تقدر يعني ولا لاش المعاش كاع تشغي تيني دوما تحمد ربي ماشي تو الرسول صلى الله عليه وسلم يتوغي التين يعني ربي يرحم الجودنا يعني وسمت الغلان بدا نيا احفر ترسين دون كانت زين كنا فوق بحال كنحافظ
سنيت لي دخل ربا شحفظ وصلنا ربين انزوت غلو استاذ محمد معروف الا الله يبارك الا ربا يقبل ما يعني نعافر نطالب تزدين دو خدامس ممكن نبدا الواقع واش نغل الواقع نتزداي تيمارو ممكن خاصه مع تني دي مارو الامراض الا كثر يبها ام تنوع توت النغ ديال المجال الياس واش حفظ مشيت ني ديمار الوقت اكتوبر مشيت يبدا الوقت كانتيني قال ماشي قريه هادي يحلها مجر حلها مجر سما هذا الوقت نون كانتيني مع ولا مشيت ني الحمد لله قاع يتوقع ديال شغلني ما ندخل مع الحابوس الحمد لله مارو كان خسر الجانب ندور بعد الغوي مارو على حساب المارو الوقت نون كانتيني لاحظ باللي البيض اللي كيكثر يغلب لا يكثر مسمس تويكت الوقت نتولى مسمس مع مع الوالي ربا ترحم تحفظ الودني بالمير الودني لصحاب النغل ربا ترحم الذكرى شريط ربا ترحم للتوغد المير التوغ يتعاون غسي قل ماشي قار تحفز ومسمس التحصيد قاع تزيني غاش الباي وديني ماشي قار الدياس يتعاون غسل ماديا مسمس ماديا ماشي نقدر وني نحاول قبل ماشي نستطاع نشم توجيس الدواء توانتس كاع ماشي قار كاع نحافظ اسم ما كلت كثر ونسمس يمارو شاين لا خطرتو شاين ظهر مدني يغلب الا وسيد مارو ماشي قار تنتقل البيض سويت انتقل سيد جربت فوانا دي بيتو فاس الوادي جرو برك وليت سنتو فاس كوديس البيض بس سيد هادي تنتقل للجهات الجهات هادي بي باغ اكزومبل براك بس احبس جديد مسمس هدي وليتي سا لويل مرض البيض الديني صح ثبت اللي تنتقل البيض الجهه مني كمم تخاوسي خدمت الزيت اش يخدم كت اللحوم ديال البيض ديال سي يخدم ساين وخد الا من شهرني داين الحرج يخدم سي سادي يخدم شوادا نمشي ما داويتي ديال الجهه نمشي ما دابينا نخزر واسي كاع غرساموني تاع الزيت ما كشراموني ديال مسمس غادي تصل ان شاء الله كان نحاول ما مارون مع اصحاب مسمس انجكت حمله ماشي قال ان شاء الله واسي غاز قاعد جسد يحصل لي احصاء تزيت ما ماشي غير سنغزر مار كيفيه تنتش ان شاء الله ربي تنسات تنتش نياس امس خاطر مار الوقت تزيت بسيت قامه بدو توسا كنسم السيد مع صرف ما صارت كلش ماذا بينا ان شاء الله ان نحتفظ ماشي قرق ماشي نجم مسمس خاطر بتا ينتشر مار بايو دي مار مسمس لان تينيت تحس دي غلبتي زين مار واخد خا معامل تسزيت كمل المسمس ان شاء الله توزكت الوقت تصبح هذا مسمس الوقايه في الجنه والغرومي قال البرنامج التكوين مع المعهد عمي سعيد خاصه لغرس النادي تسلق النخيل مسمس مع اصحاب الجمعيه اصحاب عمي سعيد بطن نحفظ ما الا نسمر السنين للشباب خير ربي ان شاء الله ماشي نقر جيت نتزيت كنتمنى ما دوينا نكمل الوجر ان ما رانا نحافظ ان شاء الله ما كان مرة نتسقي ان شاء الله مع سن مع وسي الا الميدان ديما ان نحافظ ماشي قص الزيت والمس ماذا بينا ان شاء الله ان ماشي تنيا عشان مع اصحاب حميه البال ماشي قال غابه البيئات كلش نخزر ان شاء الله سكن ان شاء الله قلنا المستقبل ان شاء الله نخزر كيفاش نعالج المس بسون الزيت ان شاء الله انت الزيت ربي يحفظ يعطيك الصحه ممكن غنتيني يعني الواقع الحق انت زيتي ماروتينا ماشي انا استاذ نور الدين بغبغه يعني كنرقبتيني طوطا طامور تلاقي حداد يقرب لين الغوابيني تجميوني قل المناظر ولبهن نسن باللي تيني ديك تنعمت خاصه نواض مزاب يعني تشرسي استغرمه هل يعني الذي سكن ممكن بتغنتوش ديك تكرده ممكن فطالي فونتيني خاصه ميلان رقب مثلا الغوابي الورثه ولا ديك نولي تقومي السيس يعني هل قنوال في هذا الصب ان شاء الله لك نغنى كان شنج ان شاء الله مارو للمستقبل كان نحاول نجمرو كاع باش غرسك الغابه اسكن ماشي قر ونجمات يخدم ان شاء الله ان شاء الله نشي نستكلف سيس اتعد انت نستكلف في مارو سنتينيني انت دير حس مصاريف خاطر ما تزاد ود مارو سقامه في تزاد الحق مصاريف سقامه كمل الخلا صحابته زيت ما ناقصني موكزن توخت زيت تبدا لا فامي تبدا جلس نخدم تزيت يمر ولا شي مر وتموك زغل كاع ماشي قال مجهود مر لا جوناس تشرد مر برص والله يبارك الشباب ولا تشرد خدمه الزيت كاع مني استغل لا كان خصني حتى زيت لا ما دامينا شي مر ان شاء الله كان المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ان كريكريت ان شاء الله قلنا سلمت الزيت
نبداو السلك بالكورونا نبدا بالسي شي نعاود نبدا نتوس كورونا نبدا ان شاء الله المستقبل كان ان شاء الله نتسق معاون جمعيه صحاب العمي سعيد قزره احمد وكراس على الشربات نحفظ امين ان شاء الله نعاود نجدد النيت ان شاء الله قاعد نسجل ماشي نقال قد الشباب قاعد نجدد ان شاء الله مع ان شاء الله ربنا يحفظ يعطيكم الصحه ممكن الـ يعني حافظ في تزديت لقيمه تزديت اسم توجار دوني لاني التالي تزديت اماروش غير قلت خاصك تسلك نصيحه امارو اصحاب واسي خصيتيني بورخص الا واسي ما قد عن قالو تقبال شنو تقبال يخص تشيض مسمس شي لا تاخرتو لا غير سكت وسكاسي وزدقنا دكتور باش يقر في المانيا باحث تيتيني وشي غاس الموديل وشي غاس تقباله وشي غاس خص تشيض تمجوهرت وشي غاس كاع الاصناف إنما شي قري اكتشف باللي تمجوهرت سما ديس يف تقبال يف كلش تمجوهرت كان شي بسين خزرته ملاح اسمه ماشي قاعو هنا واحد سوان متقبل تني ديال السلفه مشات بور الفوائد السجاوات الصحيه وجا كلش جهه فقر الدم جهه الاخر النصح ان شاء الله باب السواسين قر وتمجورت ولا وتقبل ربا شحف تعطيك الصحه بهال خزرس مع سيتوم ولا ماض متا دم لو مسحو تمجورت فوائد وجرس راه مشات السجار ان شاء الله ربا شحف تعطيك الصحه ممكن وكنور دي بغوا في هذا الاطار يعني تزديت حافظ غفص لكن تعامل مع بورقسي بالظن يعني نخص يعني يمكن التظاهرات درني انت في هذا الاطار يعني شتوم تجرم في يعني ممكن يعني اسفهم بورقسي بالظن القيمه تنتيني القيمه تزديت بتدي خدام من غروم في هذا الاطار شي ماشي ناش قبل السؤال نسلم هذا سني بورس ماشي كان قبل غب الشيء اللي تقد دجاج زالو عزم لتسن يستن زراعة بعد الماكولات يعني لجس نواد كل الفيتامينات قراصن وكنت عاد مام قراصن جديد مام ما ربط نتحفظ إن شاء الله نخزر نتنا يعني نسلم هذا سي مام إنه ماشي تجلس البطني تجلس السنة الأولى تنتقد البط جلس أغروم جلس القفري القاطو الحلاوي نال الباتيسري المهم لجسم جلس دي ثلاثة نيون الناس دي كل جلس ثلاثة نيون يعني ترديد الخبر بعد ديك الشهر نغ شهرا يقد عاد عادي يخص نتايما صاد في النيغ تزيتني يخص صح يفهم الماكولات اللي كنتي شماس نتا يعني اللي قلت الفيتامينات كمل القراص حافظت متشيد مثلا متشيدتيني قلت له يخص يخص يعني الفوائد اخيرا يعني كنت هو تنجا الى ما يخصني يرحت ولا يرحى يعني يخدم سيس قهوة يعني ديس يعني صومني أنطلب استوت نغيلي هذا تحافظ نستينيو سلمتني طروانسن الشانتين لديس الفيتامين تي واحدين يعني وجارن 13 الفيتامينات لنتيني يعني كون نبت الفيتامينات يعني تزير كومبليم شرقا وغربا هذا عاد تنتيني قاعد تنتيني ما كله تنتيني هذا انتاز ناس نشني تيني ربا شحف تعطيك الصحة أستاذ تقول لي هذا ظن الوقت الناس ديال ما شاء الله يعني واضح مالك لو قدان الموضوع النغ ممكن بدا غير شوانا من الجروي اللي ممكن غنشين أولا تشكر توتك جمعة القرطي سيسني وك خالد قرطي توت قاعدين القرطي ربط نحفظ يعني نبدا معايا في جنوال نجو البرنامج لأول مرة ديني يعني ما شاء الله يعني قل غاشي إن شاء الله هاليمال هذا عاد إن شاء الله هذا عاد السلطات ما شو ما نتس إن شاء الله بالمناسبة لغرنا قلنا قبل ليه هذا شو شال الكتاب أجغ ليه هذا ضبطان الحفاد يوك سيس من هذا من الدوت مس لينا عبد الرحمن زكريا حياة دريتاج توت يوك حي بالغنم سيتو حي ولولا بالمناسبة شنج ليه هذا بوسطقة المعرفة أشني وش كهدية ما شاء الله جزاك الله خير أنما إن شاء الله نملك إن شاء الله باسم جمعة الالتسامات إن شاء الله أنمنا لعد تزاير تدول هايلة نطلب ربي أدي وقت للرحمة نولا ونجيجلا ونخص بعضنا وكل قصور تكون نخص بعضنا أن نركب الجينة تلخر ترى باش حفظ السلام عليكم ورحمة الله فيك جزاك الله عليكم السلام تنمر تعطيك الصحة يوك محمد معروف غير شي قني ورني لأن نشمر السيسة ونوبة باش حفظ يوي بس إن شاء الله مادا بينا ماشي تناشينا شنور دينا يقدر كلش انت اللي سيول هي بأخفنا مادا بينا إن شاء الله بورخسو لأنه ماشي لانت أدالونيد إن شاء الله نعود أنك تنجد تقعد إن شاء الله عاد إن شاء الله ودمزال إن شاء الله هاد الخير إن شاء الله هاد تقابل إن شاء الله نشينا كان
وجان 40 عام ميدان الزيت ما دابين عند السيد المسمس دارين وسيده يوسف ان شاء الله بورخني ادخل فن ان شاء الله خدامه من السماشين قر واسي يستحق ان شاء الله يكتل كاع المعلومات لكن غدا ان شاء الله ربي يقول يعطيك الصحه انني ان شاء الله الخير لا سجل لا وسي ممتاز ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ان مناش وني بورخ سالولين نشينا كان زوا الا ماشي زوا نخدم انت زين بكري الجود نغبنان ترسين وكان ناخذ خزر الواد مزابديني تمشي تيستي ستورتيسين تي زين ترقد شي مسمسي مارو ترقد ديال كل شيء مضى ان شاء الله نعاود ماشي نحافظ شي بسي على الاقل تخلو ان شاء الله تحافظ من الجيل الجيل تاس الجيل الجيل وسد حافظ على الاقل بسي ماشي ان شاء الله رباش يحفظ يعطيك الصحه هو على كل حال تنمت ربون يحفظ يعطيكم الصحه يتمسوا انا يود له شمار نتنوب النغ مرحبا تونيد ممكن تصوري بهانتي لاني بهات نجدي انجلس نغ الصوت اللي في التراث النغ دي زوران نغ اكبرن نود لو شمرت نوبا مرحبا ان شاء الله نمل نكون خفيف غفو نتبدو سيستافيت نمرتو مسوفغنا يوات نغ محمد حدادي دوتمت نغ صابرينا ستوديو دو الا نجبه فونت نوبا طنبارش نملاقات الخير نفرقت الخير بسلامة